تعرف معنا على المرارة، وظيفتها وأمراض تؤثر في عملها، ونصائح للمحافظة على سلامتها. أولا، تعريف المرارة. تعد المرارة وبالإنجليزية اسمها gall bladder أحد أجزاء الجهاز الهضمي، وهي كيس ذو جدار عضلي وتقع أسفل الكبد وأمام الجزء الأول من الاثني عشر، وتشبه في شكلها حبة الكمثري. وتتسع المرارة لما يقارب 50 مليمترا من السوائل، ويبطنها جدار داخلي مخاطي يشبه الغشاء المبطن للأمعاء الدقيقة، ويتكون الجدار من العديد من الخلايا البارزة تسمى بالزغيبات، حيث تزيد هذه الخلايا من مساحة امتصاص السوائل. وتتكون المرارة من 3 أجزاء أساسية، وهي القاع، وهو الجزء المستدير البعيد في المرارة ويقع بالقرب من السطح السفلي للكبد، والجزء الثاني يعرف بالجسم الذي يحتل الجزء الأكبر من المرارة ويقع بالقرب من الجانب الخلفي السفلي للكبد والقولون المستعرض، وبالقرب من الجزء العلوي للاثني عشر، والأخير يعرف بالرقبة، وهي جزء مدبب يتصل بالقناة الكيسية كيستيك داكت. وفي هذا السياق يشار إلى ما يعرف بالقناة المرارية أو القناة الصفراوية، وتتكون هذه القناة من 3 فروع على شكل حرف إيجريك. الفرع السفلي يعرف بالقناة الصفراوية المشتركة التي تنتهي بالاثني عشر، وأما الجزء العلوي الأيمن فهو قناة الكبد، إذ ترتبط بالكبد الذي ينتج العصارة الصفراوية، والجزء الأيسر العلوي هو القناة الكيسية سالفة الذكر، وترتبط بالمرارة حيث يتم تخزين العصارة الصفراوية، ويسمى النظام الذي يتكون من المرارة والقنوات الصفراوية التي تتصل بالكبد والأمعاء بالجهاز الصفراوي. ما هي وظيفة المرارة؟ تتمثل وظيفة المرارة الأساسية بحفظ وتخزين العصارة الصفراوية التي تساعد على هضم الدهون المتناولة. ومن الجدير بالذكر أن الكبد ينتج العصارة الصفراوية كما بينا، ثم يتم إفرازها في الأمعاء الدقيقة أثناء تناول الطعام، وفي الأوقات التي لا يتم فيها تناول الطعام تنتقل هذه العصارة من الكبد إلى المرارة لتخزينها لوقت الحاجة. وتتكون العصارة الصفراوية من ماء مخلوط بالأملاح الصفراء لتساعد على هضم الجزيئات الكبيرة من الدهون، بالإضافة إلى أن العصارة الصفراوية تتكون من الكوليسترول والأسباغ وبعض المواد الدهنية. وحتى تؤدي المرارة وظيفتها، فإنها تنقبض لتفرز المادة الصفراء في القناة الهضمية، وذلك بعد تحفيزها من قبل مواد تفرز من الأمعاء الدقيقة والمعدة عندما يكون الطعام غنيا بالدهون، حيث تساعد العصارة الصفراوية على هضم الدهون لتنتج الطاقة. ومن الجدير بالذكر أن للعصارة الصفراوية دورا مهما في امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون، مثل فيتامين ألف ودال وها وكا. بالإضافة إلى ذلك، يمتص الغشاء المطاطي للمرارة الماء والكهاريل من صفراء الكبد المخففة. ويجدر التنبيه إلى أنه يلجأ في بعض الحالات حصى المرارة التي تسبب الشعور بالألم إلى استئصال المرارة، ولا تشكل هذه الحالة أي خطر على حياة المريض، حيث إن الكبد سيستمر بإنتاج كميات كافية من العصارة الصفراء لهضم الدهون، لكن لن تخزن هذه العصارة في المرارة، بل ستنتقل مباشرة إلى الجهاز الهضمي. وقد يعاني بعض المرضى الذين خضعوا لاستئصال المرارة من بعض المشاكل مثل الإسهال والانتفاخ، ولكن سرعان ما تزول هذه المشاكل بعد مضي 10 أسابيع على إجراء الجراحة. ولكن يوصي هؤلاء المرضى يوصوا باتباع نظام غذائي صحي متوازن، مع الحرص على تناول أو تجنب تناول أي طعام أو شراب يحفز ظهور الأعراض أو يزيدها سوءا. ما هي الأمراض التي تؤثر في عمل المرارة؟ تتعرض المرارة للعديد من المشاكل الصحية التي تؤثر في قدرتها على أداء وظيفتها، وإن أغلب المشاكل تظهر نتيجة انسداد القناة الصفراوية بالحصى المتكونة في المرارة، حيث يسبب ذلك ظهور العديد من الأعراض مثل الشعور بألم حاد في منطقة البطن والغثيان. بالإضافة إلى ذلك، قد تتعرض المرارة للاحتقان أو الالتهاب أو العدوى، أو قد تنمو فيها الأورام. كما أن بعض الأشخاص يعانون من عيوب خلقية في المرارة، ونذكر فيما يأتي بعض من المشاكل الصحية التي تؤثر في المرارة. أولا، حصوات المرارة والتهاب المرارة
مرض المرارة غير الحصوي، المغص الصفراوي، وتحصي قناة الصفراء بالإضافة إلى سرطان المرارة. نصائح للمحافظة على سلامة المرارة. إن اتباع نظام حياتي صحي يلعب دورا فعالا في تقليل فرصة المعاناة من اضطرابات المرارة ومشاكلها، بما في ذلك حصى المرارة، وعليه يمكن تقديم مجموعة من النصائح كتجنب تناول الكربوهيدرات المكررة مثل الدقيق الأبيض والسكريات والحبوب المكررة، وينصح بتناول الحبوب الكاملة والشوفان. المحافظة على وزن صحي ومثالي، حيث أن السمنة تعد من عوامل الخطر التي تلعب دورا في الإصابة بمشاكل المرارة، فالمحافظة على مؤشر كتلة الجسم ضمن المعدل الطبيعي يساعد على الحفاظ على صحة المرارة، كما ينصح بتجنب فقد الوزن بسرعة، حيث أن فقدان الوزن السريع يجعل المرارة والكبد يعملان طوال الوقت، مما قد يؤدي أحيانا إلى زيادة فرصة تكون الحصوات في المرارة. فلذلك ينصح بأن يكون فقدان الوزن بشكل بطيء وتدريجي ومعتدل. الحرص على اختيار الدهون الصحية مثل الأوميغا 3 التي توجد في بعض أنواع الأسماك والمكسرات، والحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون غير الصحية أو الدهون المشبعة مثل اللحوم والأطعمة المعالجة والألبان كاملة الدسم والأطعمة المقلية والأطعمة سريعة التحضير أو الجاهزة والشوكولاتة والمثلجات والسكاكر. الإقلاع عن التدخين فذلك يلعب دورا واضحا في المحافظة على صحة المرارة وتقليل فرصة المعاناة من اضطراباتها.